بالنسبة لي أنا صراحة قبل ما نمشي كنت اللي كنت تعلم العبرية صراحة، كنت كنتعلمها قبل ما يطبع المغرب. كنت كنتعلم العبرية صراحة، وبديتها كنتعلمها راسي من خلال الحروف، من خلال الكلمات. كنقرا الكلمات، يعني حتى فاش كنكون مثلا في الشارع تما، رغم ان العربيه والعبريه كاينين في اللافتات تما وكل شيء، ولكن كنحاول نتكلم مع الناس بالعبريه، كنتواصل معهم بالعبريه. وصراحه ديك الساعه فاش طبع المغرب كانت صراحه واحد الفرحه ليا، حيت واحد القضيه كنت كنضرب عليها من شحال باش انا نمشي تما، باش نمشي لاسرائيل، يعني واحد المده طويله، من تقريبا من 2013 كنقول نمشي. ديك الساعات كان صراحة كان واحد النهار كبير عندي. حتى فاش تعلمت العبرية كانت عندي سهولة في التواصل مع الناس تما، حيت كاين بزاف ديال الناس ما كيهضروش بالانجليزية، يعني يقدر يهضر معاك بالعربية وما يهضرش معاك بالانجلي. صراحة دي كانت مزيانة ليا، وباقي غادي ندير مجهود اكثر باش انني نتعلم العبرية اكثر واكثر، حيت والدستور كيكف ليهم الوطنية ديالهم الكاملة، والناس كيفتخروا بالانتماء ديالهم للمغرب. فانا ايضا كنفتخر انني تلاقيت معهم وانني نهضر عليهم وانني نروج لهم، حكم ما كانت زدت شي حاجه من عندي. ف الصراحه التفاخر ديال اليهود المغاربه تما بالانتماء ديالهم للمغرب. ف تقريبا داكشي اللي شفت انا بعيني بما يخص سميتو، كنت في حيفا وكنت في اشدود، كنت مشى حدا البحر، كنركب هكا في الكار، كنت مشى وكتبان ليا تقريبا بين حدا البحر كيبان لي لي درابو ديال المغرب، ما كتبانش شي درابو ديال شي دوله اخرى كما كيبان لي درابو ديال المغرب. كاينين تما شنو نقول لك، مطاعم مسميه باكادير، مسميه باسماء مغربيه، كاينين تما شوارع مسميه باسماء مغربيه، وخاصه في داخل المنازل ديال اليهود المغاربه. فكتلقى الصور ديال الاسره العلويه، كاين اللي كتلقى عنده صور ديال محمد الخامس السادس، تلقى صور قديمه، محال نقدر نلقاها عند قله القليله هنا في المغرب، ولكن عندهم تما كتلقى بزاف. كتلقى الناس عندهم الصور ديال محمد الخامس، ديال الحسن الثاني، كتلقى المهم الصور ديال الاسره العلويه، كاينين بزاف في الديور. وبنادم كيقول لك انا مغربي، كيفتخر بالمغربيه ديالو بالانتماء ديالو، وخاصه فاش كيسمع ان واحد المغربي جاي لعندهم، فكتكون فرحه كبيره صراحه. كما قلت لك الجمعيه ديالهم عندها واحد المعرض، ابار المتحف اللي هضرنا عليها، عندهم واحد المعرض خاص بالمغرب. يعني تخيل في الامسيه اللي درت تما، جابوا لنا اتاي، جابوا الشفنج، جابوا الحلاوي ديال المغرب. مشينا كاع خرجنا في واحد الرحله صباحيه، مشينا لواحد المطعم اكلنا فيه الكسكسو. يعني الناس تلقى مشيتي تما كتلقى تما المغرب. مسألة أخرى، شفنا مجموعة من الاستثمارات ديال اليهود المغاربة في المغرب، عليك دير بخصوص الموضوع؟ صراحة شنو ما عندي ما نقول إلا أنه الاستثمارات ديال اليهود المغاربة مرحب بها، حيت كيبقى مواطن مغربي كيف ما كنقولوا، ما يمكنش لك أنك تحيد ليه داك اللي عنده مشكل مع دولة إسرائيل، هذا كيبقى حرية ديالو الشخصية ما نناقشوش فيها، وإنما واحد كيبقى مواطن مغربي جاي يستثمر في البلاد ديالو، كيف ما قلت لك راه عندهم واحد الحب للمغرب أكثر من أي واحد آخر. واحد بنادم كيخلي البلاصه اخرى في اوروبا باش يمشي يستثمر فيها، وكيجي يستثمر في المغرب، فهادي راه داعم للمغرب، ماشي كينقص منه. سؤال اخر بخصوص اعتراف اسرائيل بالصحراء المغربيه. بالنسبه لاعتراف الاسرائيلي بمغربيه الصحراء فهو اضافه قويه، حتى كيف ما كنشوف في المجتمع الدولي، حتى شي دوله ما قدرت انها تناقش اسرائيل في الاعتراف ديالها المغرب ديال الصحراء، او تناقشها او تفرض عليها انها تغير القرار ديالها كما داروا مع الولايات المتحده الامريكيه في الاول، فاش الله اعترفت الولايات المتحده الامريكيه بالمغرب ديال الصحراء في نهايه الولايه ديال الرئيس الامريكي ترامب. فبزاف ديال الدول كانت ديك الساعات في الاتحاد الاوروبي بلا ما نسميوها، كانت مشات للرئيس الامريكي او مشات للولايات المتحده الامريكيه، من بعد ما طلع الرئيس الجديد فرضوا عليها انها تبدل الراي ديالها، وانما اسرائيل كتبقى دوله قويه، دولة معترف بها في الأمم المتحدة، وكيبقى الرأي ديالها قوي، وكتبقى إضافة قوية لمغربية الصحراء. وأنا صراحة كندعم إسرائيل وكندعمها، حيت كدعم ليا الوحدة الترابية ديال المغرب ديال البلاد ديالي. ما كنتش أنا نمشي ندعم واحد الدولة كدعم التقسيم ديال البلاد ديالي، ونخلي وحدة اللي فيها ولاد بلادي اللي مغاربة، وهي أصلا كدعم الوحدة الترابية ديال بلادي. كيفاش يعني كان كيفاش تفاعلوا يعني اليهود المغاربه مع هذا القرار،
خصوصا انت يعني كتواصل معاهم قريب لهم وهذا، كيفاش تفاعلوا مع هذا القرار هذا؟ المهم الا كنت ندخلوا السوشيال ميديا بزاف في تيك توك كيكون يهود المغاربه انهم كيبارطاجيو لي فيديوهات ديالهم اليوميه. باش تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.